إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله من الخير وأولاه. وأصلي وأسلم على نبينا بشريعته ووالاه. وهاكم من قصة المولد النبوي أعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله. قال بعض العلماء ألف في قصة المولد الشريف حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم
عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك، فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول هذا نور السيد الرسول، وقالت ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء بينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول هذا النبي السيد الرسول، ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال إنك قد حملت بسيد المرسلين، فقال إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا
يا سيدي غوثا
رجونا لو نظرا يا عيني من حبيبي خير الناس. أول ما وصلنا الحجرة يا عيني بالمدينة زال الباس. ورجونا لو نظرا يا عيني من حبيبي خير الناس. وطلعنا على عرفات يا عيني ونشينا بوسط الزحمة. شملتنا بعض النفحات يا عيني هذا فضل إله الناس. أول ما وصلنا الحجرة يا عيني بالمدينة زال الباب. ورجونا لو نظرا يا عيني من حبيبي خير الناس. من طباء لبيت الله يا عيني لبينا لله. حول الكعبة صلينا يا عيني وشعرنا بالإناث. أول ما وصلنا الحجرة يا عيني بالمدينة زال الباب. ورجونا لو نظرا يا عيني من حبيبي خير الناس. الله الله أحبابنا الكرام، نبقى الآن إن شاء الله تعالى مع كلمة طيبة لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، فليتفضل مأجورا بارك الله فيه. فلننصت ولنخلص النية لله عز وجل في سماع كلام في الدين والإرشاد، عسى نؤجر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي محمد أرحم إنسان، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص، ونسأله سبحانه أن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بنفحات وبركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أرسل الأنبياء جميعا رحمة للناس، من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، بدين واحد هو الإسلام. ما من نبي إلا ودعا إلى التوحيد، إلى الإسلام،
إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل. ما من نبي إلا ودعا إلى هذه الكلمة العظيمة الشريفة: لا إله إلا الله، ومعناها عظيم: لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا يكون إلا ما قدر الله، وأن الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه، ولا يحتاج إلى العرش ولا إلى السماء ولا إلى المكان ولا إلى الجهة ولا إلى شيء. كل أحد يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد. وربنا سبحانه وتعالى جعل آخر النبيين وأفضل النبيين وأكثر النبيين بركة ونفعا، هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى جعله آخر النبيين، ولكنه فضله على سائر الخلق أجمعين، فهو أحب الخلق إلى الله، وأكرم الخلق على الله، وهو أرحم الناس بالناس، وهو الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته وشفقته ليست خاصة بناس دون ناس، ولا بقبيلة دون قبيلة، بل عمت رحمته الجميع، كل الناس، بل تعدت إلى رحمة الحيوان أي البهيمة. وهذا من كمال محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نجتمع جميعا لنتذاكر فيما بيننا بعضا من سيرة هذا النبي الأكرم. لا يسع المقام أن يذكر كل ما ورد في فضائل هذا النبي الأعظم، ولكن نتذاكر فيما بيننا ونذكر أبناءنا وأبناء المسلمين. احمدوا الله رب العالمين أنكم من أمة هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ادخر دعوته يوم القيامة شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. كم له من فضل علينا، بسببه هدانا الله، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ولولا رحمة الله تعالى بنا لكنا من القوم الخاسرين. لذا يا أحبابنا الكرام، في كل عام في مثل هذا الشهر يجتمع المسلمون فيما بينهم يتذاكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان رحيماً بالناس، كما وصفه ربه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كم كان على خلق عظيم، كما قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكم هي مرتبته عند الله عالية، كما أن الله تعالى قال في القرآن: لعمرك أقسم الله تعالى بحياة محمد، وما أقسم الله بحياة أحد من الأنبياء، وما ذلك إلا لعلو رتبته ورفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. أحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية، وأسأل الله ربنا سبحانه أن يكرمنا بالتخلق بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نمتثل أمره بالتعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة
والموعظة الحسنة. ينبغي منا جميعا وإن كنا نعيش في مثل هذه البلاد أن لا ننسى هذه التواريخ المهمة في حياة المسلمين، وأن لا ننسى أن نعلمها لأبنائنا لينشأوا عليها، ففي هذا تجديد حب النبي في قلوب أبنائنا، وهذا من المهمات في هذا العصر. وإلا إذا ترك الأولاد على ما هم عليه وترك الشباب على ما هم عليه من مطالعة الإنترنت وتتبع مواقع الإنترنت، فسيعم الفوضى أكثر مما نحن اليوم عليه، وينتشر الجهل أكثر. غاية علم الكثير من هؤلاء الشباب هو عبر الجوجل، عبر الإنترنت. لا يتعلمون علم الدين من أهل العلم، لا يجلسون في مجالس العلماء والفقهاء. غاية ما عندهم إذا أرادوا معرفة شيء من أحكام الدين يتصفحون مواقع الإنترنت. زد على ذلك أن كثيرا من الشباب في هذا البلد لا يعرفون اللغة العربية، فيلجؤون إلى الكتب المترجمة إلى الإنجليزية، وكل شفيق على دينه يعلم يقينا أن أكثر هذه المترجمات لا توافق شريعة الله، إنما هؤلاء من ترجموها وروجوا لها كانوا يريدون الشهرة والمال وليس رضا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أنه يوجد في هذا البلد مثل هذه الجمعية المباركة، تحيي هذه المناسبات الإسلامية، وتذكر أبناءنا وأبناء المسلمين، وتنشد القصائد في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لما نقول وفق للشريعة، نعم يوجد من الناس اليوم، ولكن من غير علم ولا تدقيق ولا تحقيق. إذا قرأت فيما كتبوا أو سمعت ما يقولون تجد يقينا بإنصاف بلا غلو أن هؤلاء وقعوا فيما نهى الله تعالى عنه وهم لا يعرفون. في بعض ما يذكرونه من القصائد، في بعض ما يكتبون، في بعض ما يتلفظون، لا يوافق ما كان عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أنه يوجد في مثل هذا البلد أمثال هذه الجمعية، تنتقي القصائد المحركة الصحيحة، صحيحة الألفاظ، صحيحة المعاني، توافق شرع الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، لو بقينا أشهرا بل سنوات أن نذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدح لن يسع الوقت، لأن الله تعالى رفعه ورفع مقامه فوق كل مقام. قال بعض المادحين فيه: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما تمدح الورى. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظمى، نعمة بروز محمد لهذه الدنيا. لذا من باب إظهار الفرح بولادة رسول الله، ومن باب إظهار البهجة والسرور، من باب إظهار الشكر لله على نعمة بروز محمد لهذه الدنيا، وأي نعمة أفضل، نجتمع بعون الله تعالى وفضله لنقرأ شيئا من كتاب الله وشيئا من سيرة رسول الله، ثم يتصدق بأنواع الصدقات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو عمل المولد، وعلى هذا يجتمع المسلمون. ولذا أهل المذاهب الأربعة أقروا
واعترفوا وصرحوا وبينوا أن هذا العمل هو عمل مقبول عند الله رب العالمين، ولا يقال فيه الصحابة ما فعلوه كيف تفعلونه. لا يوجد في دين الله، لا في كتاب الله، ولا في حديث رسول الله قاعدة صريحة تقول كل وجميع ما لم يفعله الرسول فهو حرام أن تفعلوه. هذا لا يوجد في الدين، هذا ليس من الإسلام. الإسلام يقول كما قال رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام أذن لأهل العلم من أمته أن يحدثوا في هذا الدين ما وجدوه موافقا لأدلة القرآن والسنة. من ذلك هذه المحاريب المجوفة داخل المساجد التي يقف فيها الإمام، هذه المآذن العالية، تنقيط المصاحف، المحاكم الشرعية، المعاهد الدينية، الجامعات الإسلامية، كثير أشياء حدثت بعد رسول الله، ومع ذلك اعتبرها العلماء من البدع الحسنة. سيدي عمر الفاروق رضي الله عنه دخل في ليلة من ليالي رمضان على المسجد النبوي في خلافته، فوجد الناس يصلون قيام رمضان، بعضهم يصلي فرادى وبعضهم يصلون جماعة خلف 3-4 أشخاص 10 أشخاص. نظر إليهم هكذا متفرقين، قال: أرى أن أجمعهم خلف قارئ واحد. فجمعهم خلف قارئ واحد، خلف إمام واحد، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم دخل ليلة أخرى إلى المسجد فوجدهم جميعا في صفوف خلف إمام واحد. أعجب بهذا الترتيب وبهذا التنظيم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. هكذا في صحيح البخاري: نعم البدعة هذه. وفي موطأ مالك: نعمة البدعة هذه. أثنى على هذا العمل وسماه بدعة، معناه كما قال الإمام المجتهد السلفي الصالح الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. هكذا قال الشافعي وعلى هذا أهل العلم. فإذا قال لك قائل: هذا شيء ما فعله رسول الله، تقول له: ولو لم يفعله رسول الله لكن ما نهى عنه، ما حرمه، فهو موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليس في حديث لرسول الله: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ يقال: بلى، هذا في حديث لرسول الله، وأحاديث وكلام نبينا المصطفى بوحي من الله، وحديثه لا يتعارض لا يتناقض. قال: وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. فعمر الفاروق رضي الله عنه أعلم بمعاني حديث رسول الله من تلك الفرقة المنحرفة التي تشدد على المسلمين في غير محل التشدد، وتحرم عليهم وتنكر عليهم احتفالهم بمولد أرحم إنسان وخير إنسان وأعظم إنسان وأحب بدعة وكل بدعة ضيام رمضان. نعم البدعة هذه. إذن وكل بدعة ضلالة له معنى،
ليس كما يفهمه أولئك، له معنى صحيح يتوافق مع الأحاديث. قال العلماء ومنهم النووي في شرح مسلم، بل قال الحافظ العلائي هذا الحديث بالإجماع باتفاق العلماء مخصوص، معناه لفظه عام لكنه مخصوص بأحاديث كحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، فيكون معنى وكل بدعة ضلالة، أغلب البدع أغلب ما أحدث بعد رسول الله يخالف ما كان عليه رسول الله، وكل بدعة تخالف الشريعة فهي ضلالة، هذا معناه، ليس معناه تنقيط المصاحف بدعة منكرة ومحرمة، وعمل المحاريب المجوفة بدعة محرمة منكرة، وعمل المولد النبوي الشريف بدعة محرمة منكرة. أحبابنا الكرام، الاحتفال بمولد خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم إذا خلا من أي منكر فهو عمل محمود عند الله، لأنه في من الناس كما يشددون في التحريم والإنكار، مثل إبليس لما علم بولادة النبي محمد صاح صرخ ورن رنة عظيمة من غيظه، كذلك هؤلاء المنكرون على الاحتفالات بالمولد إذا سمعوا أن أهل الإسلام يحتفلون بالمولد يصيحون بالإنكار غيظا. كما أيضا يوجد من الناس من عنده غلو يرفعون النبي فوق مرتبته، بعضهم من غلوه وضلاله وانحرافه يصف نبينا بصفات ربنا، يصف نبينا ببعض صفات ربنا، هذا غلو لا يحبه الله. الحمد لله أننا على النهج الوسط، على نهج الاعتدال، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، ولنكمل جميعا إن شاء الله تعالى مع هذه الفرقة لنسمع هذه القصائد المحركة، لها معاني، لها معاني عظيمة في مدح هذا الإنسان العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبذا منا جميعا أن تكون هناك مجالس لنتعرف، هذا علم يدرس، أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بسيدنا رسول الله. اللهم أفض علينا من بركات سيدنا محمد، اللهم أفض علينا من بركات سيدنا محمد، اللهم أفض علينا من بركات سيدنا محمد، لا سيما ومعنا في هذا المسجد المبارك أثر من آثار هذا النبي الأعظم من شعره عليه الصلاة والسلام، أثر وصل إلينا بالسند المتصل المتسلسل وعليه ختم بعض العلماء والمشايخ والسلاطين، فشعرة نبوية شريفة تدخل إلى مكان تعم الخيرات والبركات في هذا المكان لما لمحمد عند الله تعالى من حرمة وجاه. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبقى مع أذان العشاء ونصلي بعد انتهاء الحفل، نصلي جماعة بعد انتهاء الحفل، وبعد ذلك يكون التبرك إن شاء الله تعالى، فنرفع الأذان ونصلي بعد انتهاء الاحتفال بإذن الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان فتبادرت بزينتها الحور الحسان وأشرفت من غرف الجنان
وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان، وأظهر سره الملك الديان المنزه عن الحركة والجلوس والانتقال، تعالى ربنا تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام. توسلت بالهادي البشير محمد إلى الله، توسلت بالهادي البشير محمد إلى الله في أمر تعسر حله، إذا ضاق صدري والكروب تزايدت فليس لها إلا الذي عم فضله، هو السيد المختار من آل هاشم، هو السيد المختار من آل هاشم عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله ثم السلام. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، أرجو صفاء البال بعد الكآبة، أرجو صفاء البال بعد الكآبة، صفت أنا بهواك أبكي وأنت حين، والله لا صب أنا بهواك أبكي وأنت حين، والله لا أنسى طالت الحقوق، من جئت بالقرآن رب السماء هداك، قد فزت بالإكرام ألقى النهى أعطى. المصطفى والآل ثم الصحابة، أرجو صفاء البال بعد الكآبة، الشوق يدفعه
تمتعني الشوق يدفع بي والبعد يولعني مرآك محبوبي بالضيف يمتعني في مدحك الأرباح والله يا طه وسعادة الأرواح حقا ومجلاها بالمصطفى والآل ثم الصحابة أرجو أرى يا زين جمالك الراقي دمعي على الخدين من فرط أشواقي أرجو أرى يا زين جمالك الراقي عطفا حبيب الله وزادت البلوى وقلت التقوى والجهل زاد وشاء للخالق الشكوى أصلح لنا الأحوال ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الزكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال وافرش سجادة القرب والوصال
للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض. ورفرفت الأطيار وجاءت الوحوش من القفار. وكل ذلك بأمر الملك الجبار. سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه هام فؤادي وصفا صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه هام فؤادي وصفا صلوا عليه من له أهدي سلامي ومديحي واحترامي سيد الرسل الكرام دائما صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه نبيه هام فؤادي وصفا صلوا عليه يا مراد العاشقين الله يا دليل الحائرين الله يا مراد العاشقين الله يا دليل الحائرين الله أحمد الهادي الأمين دائما صلوا عليه أحمد الهادي الأمين دائما صلوا عليه صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه هام فؤادي وصفا صلوا عليه سيدي نور الليالي الله أحمد عز الرجال الله سيدي نور الليالي الله أحمد عز الرجال الله دينه درب المعالي فاز من يهدى إليه صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه نبيه هام فؤادي وصفا
المصطفى صلوا عليه صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه هذا فؤادي وصفا صلوا عليه 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 أفلح من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى إن شاء الله تعالى مع بركة الدعاء مع فضيلة الشيخ بلال حميصي فليتفضل مأجورا بارك الله فيه، وبعد ذلك إن شاء الله نصلي جماعة وبعد ذلك التبرك بالأثر الشريف، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اللهم نحن عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا غائبا إلا إلى أهله سالما رددته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم يا ربنا يا كريم ارفع الغلاء والوباء عنا. اللهم قنا شر الأسقام والأدواء واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أفض علينا من بركات صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته وفي الآخرة صحبته وشفاعته. اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها. اللهم أمدنا بأمداد أنبيائك ورسلك. اللهم يا ربنا توفنا على كمال الإيمان وأدخلنا الجنة بسلام واجمعنا تحت لواء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام واجعلها ساعة إجابة بسر الفاتحة.